السلام عليكم متتبعي قناتكم حسام الامل المتنوعه، كديرين لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا على خير وبخير والاحوال طيبه ودائما القاكم بافضل الاحوال. بالنسبه لفيديو اليوم ان شاء الله، يعني انا ضج شاركت كاع التفاصيل في فيديوهات سابقه، ولكن قلت علاش لي ما نعاودش نشارك معكم طريقه ديال الفينيسيون وتكون بصوره مقربه جدا باش تقدروا تفهموا التقنيه اللي كنخدم بها، واللي هي طريقه زوينه وما كتعذبش في الخدمه بتاتا. كنجي بني ساليت المرمه ديالي، انا كملتها حتى لفتحه العنق، نوريكم كيفاش تفينيوها. الا لاحظتوا هاي الخدمه ديالي راه يعني راسيه، ماشي داك العقيق كيبان لكم يعني هكا كيتلاوح ولا شي حاجه. كنجي هنا كندير الخيط على جوج، ها هو كنشد في هاد الغرزه هادي، نحاول ندير لها هاد الجهه هكا ومام طون تكون قريبه ومقابله معايا. قرب الصوره باش تكون واضحه، لانه حتى انا في الاول فاش بديت المرمره كانت عندي واحد الصعوبه كيفاش تفينا، وبالاخص كاينين بعض الاخوات كانوا كيديروا لي فيديو من بعد. دابا خصني نتفادى هذا المشكل، غنجي بحال هكا فوالا. دابا مزيان كنجي ندير الخيط هنا على جوج، كندير في ديك بحال ديال الرانده، كندير ديك العقده هنا، كنعاود نجي هنا هاد الخيط هذا عقده ديال الرانده. شوفوا معايا درت هنايا فين شديت ما بين العقيقه والعقيقه، ورجعت درت في هاد الخيط هذا اللي مورا العقيقه، ونجي عاوتاني لهاد الخيط هادو، ها هو جوج عقيقات صفرين بيناتهم، ها هو كنجي نهز يعني هاد الخيوط هادو كيبقاو لي لتحت، وكندير هادو الفوق بحال هكا كنقابل، ونجي عاوتاني هنا باش كتجيني الخدمة فينيا، كندير وكنزير العقيق. كنجي تاني قبل العقيق موراها، يعني وحده ما بين العقيقة والعقيقة، وحده مورا العقيق، ونجي عاوتاني هنا في هاد العقيقات الكحلي، ندير بحال غرزة الراندة. شوفوا معايا، نجي ندير هاد العقيقه اللي في الكحل، هايا قادد باش تشوفوا معايا راه ما كتبقاش الخدمه ديالي كتفاوت لي من بلاصتها. نجي عاوتاني هنا، هايا شوفوا معايا، نجي عاوتاني هكا سهله. نجي عاوتاني هكا، وهنا راه كيتجمع لينا داك العقيق، كتولي ثابته لينا عقيقه على عقيقه. هاهي نجي عاوتاني هنا، هاهي ونجي لهاد العقيقة اللي في الاخر حتى هي باش تجمع ليا مع الخدمة. شوفوا معايا كيولي عندي العقيق ثابت مزيان بحال هكا. دابا نجي لهنا بحال هكا، وحتى هاديك هادي هنا راه حنا خادمين هنايا بحال هكا، كنجي ديما ندير العقده ديال الرد هنا في الجهه الثانيه، ما غنضربش ما بين العقيقه والعقيقه، كنجي كنضرب غير هنا في هذاك الخط.
نجي هنا نطلع بواحد المسافه بحال هكا، شوفوا معايا راه كيلحق كيتبت مازال ان شاء الله غادي نخدمه. ملي كنقطع نحاول نجيبو هنا، كنظن داك الصفر العين ديالو شويه كبيره على الكحل اولا في البرونز. نجي نديرو هو هناك، المهم نخليها هنا صافي نقطع حيدها بحال هكا. شوفوا معايا ثابت لي العقيق. نجي لهنا عاوتاني، هنايا هنا شنو كندير انا في هنا ملي تنسالي، فاش كنسالي كنكون نخدم ناخذ المقاس ديالي كنسالي، كنجي ناقد هنا قبل العقيقه وموراها، وكنخرج الابره للطرف الاخر كنعقد عاوتاني هنا، وكنجر علاش باش كيبقاو ليا هادو ثابتين اللي في الجنب اللي في القناه. دابا غنقطع، دابا ساليت شوفوا معايا الخدمه وفينيسيون، ما كاينش ديك ديال خصني نخدم ونفيني وكذا حتى نسالي علاش نبدا نفيني، يعني خدمه وحده من البدايه. قطع الخيط اللي عندي صافي، ساليت المرمه ديالي، نقطع الخيوطة حيت كتكون مكروزة كتجي صعيب يدخل المقص. شوفوا معايا الخدمة مفينية هاهي، نجي نقطع حتى من هنا أولا هنايا راه بالساهل، حيت كنحيدو غير جهة وحدة والجهة الأخرى كتجينا ساهلة هاهي، تكون عندي هنا هذه سهله. دابا نقطع هذا الشيء من هنا بحال هكا، دابا نخلي الصوره مزوميه ونجي شنو غندير، ناخذ هاد جوج الخيوطه، هاد الحرير غنخليه ولكن هنا ناخذ هاد جوج الخيوطه، هنا نحاول انني ندير الابره كبيره ماشي مشكل لانه ما عنديش مشكل في صافي، يعني ما غاداش ندخل في العقيق. شوف شي بره العينها كبيره، وغدا نوريكم كيفاش نجمعوا هاد الخيوطه من كل جوانب. شوفوا معايا انا ناخذ الخيط هذا ديال الحرير ماشي الخيوطه، والخيوطه غنحاول نجمع بحال هكا. شوفوا معايا نهبطهم كاملين هنا ونجي باش نبين لكم، نجي ندير غرزه ديال الراندا داك الخيط اللي درنا حنا هاهو، كنجمع دوك الخيوط كلهم كنبقى كنهبطهم لتحت هنايا. نجي نشد في هاد الغرزة الأخرى، هناك هناك شوفوا معايا
دابا ندوز نجمع الجهه الاخرى. عاوتاني هنا المهم يعني نفس الطريقه غنجمع بها. دابا نوريكم الطريقه كيفاش كنقادد هنايا. هنا دائما تنخدموا تنتنيو الجلابه ديالنا بحال هكا، يعني خاص هاد المهم كيف ما كنت قلت قطع الفيديو، كنجي لهنا دائما هاد الخيوطه هادو كيجوني هكا الجهه ديال الجلابه، كنشد الخيوطه هادو اولا كندير خيط جديد وكنشدو من هنا وكنجي كنبقى ندير عليه في الحاشيه. نوريكم الطريقه، كنجيها بالخيط كندير هذا على جوج كما كتشوفوا. ممكن ديروا هذوك ولكن هذوك كيكونوا صغار في الغالب، يعني ندير واحد اخر يعني باش يعاوني في الخدمه ما نكونش مزيره والخيط كاين. المهم انا ان شاء الله فاش غنسالي من نص الطوق دابا ساليت منه غنركبو ان شاء الله غادي نخدم الكمام ان شاء الله الا بقينا في الحياه. كنجي لهنا دائما كنشد الجهه الوسط هي كنتابع هيا كنجي لهنا نضرب هنا هيا ندير ديك الغرزه ديال الراندا كيف العاده صورة شوية. كنجي لهنا وانا خدامة بيديا بجوج، كنجي لهنا ما بين هاد العقيقة والعقيقة كندير ضربة ديال الراندة كنجر هاد الخيوطة باش ما يبقاوش لي مرخيين باش ما يتكرزوا ليا مع العقادي اللي كنعقد. نجيها تاني هنا ما بين العقيقة وعقيقة كنجي ندير عاوتاني كنت درت معكم لي فيديو طريقه ديال الفينيسيون في نفس الخدمه نيت شوفوا معايا راه ساهله غير بلا ما تعصبوا معاها وغادي نكملوا. هنا فساليت في من العقيق هنا شوفوا معايا ونجي لهنا نشد بهذا الجن من هنا في هذوك العقيقات الجوج هاهي باش تجيني شوفوا معايا كتجيني الطريقة ديال الفينيسيون مزيانة هنا فين كنلقاو فين نشدو براندا بحال هكا. نحاول نعقد هنا ندير عقدة نزير هاد الخدمة هاد الخيوطة. المهم ان شاء الله فاش غادا نساليها صافي دي الطريقة ديالها كيفاش كنفينيها كتجيني ساهلة. شوفوا معايا بحال هكا كنجمع من الجنب باش ملي كتني جلابه هكا كيبقاو هذا كيدار تحت من البلاصه اللي في الجلابه فين كنبلو في القبض ولفي حتى غدا نكملها وغدا نجمع هادو هنايا وغدا نثبتهم في الهبطه باش ما يبقاش يتحل الخيط ندير فيه واحد بحال الضفيره ونثبتو بالابره والخيط
هذا هو فيديو ديال اليوم، نتمنى الله ينال اعجابكم، وان شاء الله يا ربي فاش غادي نسالي الجلابه غادي ندير معكم الاستعراض ديالي ان شاء الله، لانني مازال باقي خصني نخدم الكمام ونركبهم ونشارك معكم ان شاء الله الشكل النهائي ديال الجلابه. هذا هو فيديو ديال اليوم، نتمنى الله ينال اعجابكم وشكرا على المتابعه.